عشية الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، جمعية مشعل الشهيد تنظم لقاءً لتوضيح أسباب اختيار 18 فيفري دون غيره من الأيام لتخليد يوم الشهيد، والذي حدد بعد الاجتماع الأول من نوعه لأبناء الشهداء في الصنوبر البحري عام 1989. كنت أترأس المؤتمر، وكانت لجنة الصياغة بعد ما قاموا بصياغة الأرضية السياسية، جاءني المقرر اللي هو نهيلية سعيد، قال لي اتفقنا على أساس الإعلان على اليوم الوطني للشهيد، وش رأيك؟ قلت له شيء جميل، ما تزيدش تسخسيني، عاود رجع قول لهم موافقين. روح الحرص على أن يكون يوم 18 فبراير يوم للشهيد، رغم ما يدعي البعض أنه لسبب تاريخي أو حدث تاريخي، لا، فهو اختيار اليوم الذي أول مرة منذ استقلال الجزائر حتى 89، وهو اجتماع أبناء الشهداء تحت سقف قاعة واحدة في نادي الصنوبر بعواطف جياشة جداً. قيم راقية تلك التي تحلى بها شهداؤنا الأبرار، بلغت أسمى معاني التضحيات، لذا وجب غرسها في النفوس الناشئة. تلك المبادئ الأساسية التي كان مقتنع بها كل فرد من الأفراد الذين ساهموا في الثورة الجزائرية واستشهد من أجلها شهداء. هذا الجانب هو الذي أصبح لدينا الآن فيه خلل. شوف التلميذ الوقائع ومن بعدها أعطوه الخلاصة، يعني الأستاذ يعطيه الخلاصة، هذا من الناس يقول له هاك شو كيفاه استشهدوا، هم علاش استشهدوا، موش لأنفسهم، هم لأجلك لكي تكون أنت هنا. يتعلم التلميذ التاريخ، يفهم التاريخ، وما يطرحلوش سؤال يقول له متى وقعت المعركة الفلانية ومتى انتهت وعدد القتلى، يدخلون في تفاصيل اللي يولي تلميذي يقول لك التاريخ هذا تعبنا وما في حتى فايدة. ومن المفاجآت أيضا المصادفة لثامن عشر فيفري هي ذكرى ميلاد مهندس هجومات الشمال القسنطيني الشهيد الرمز زغود يوسف، ومن هنا بات لزاماً الاستذكار الدائم لسيرة ثورة التحرير المباركة ومسار صانعيها.